لأن مرة غلط تسمع قصة من طرف واحد. السلام عليكم، معكم دايلر، مقطع جديد. اليوم أنا جاي أسوي هذا المقطع ردا على الهاشتاج اللي طلع بدايلر يعنف قطة لسه. بس لازم قبل لا نتكلم عن الهاشتاج نتكلم عن المقطع اللي سبب هذا الهاشتاج. المقطع سويته تقريبا قبل 9 شهور بعنوان ايش يصير لو حطيت بستي بالمايكرويف 30 ثانية. طبعا المقطع حذفته اول ما طلع الموضوع، طبعا راح احذفه لانه ما ابغى يسبب لي اي مشاكل، لكن بالمقطع كان في جزء بسيط اقول فيه ايش يصير لو حطيت البسته بالمايكرويف. جيت بدخلها طلعتها قلت استهبل انت حط القطوه بالمايكرويف، بعدين استهبلت ثاني مره قلت لا احطها بالثلاجه. تمام امزح معاك طلع شام نفسك اشتاوا حطها بالمايكرويف، تخيل حط بالمايكرويف. بس لو تشوفون الفلوج كله تعرفون ان الموضوع كله طقطقة، وهذه شخصية انا اسويها انه واحد غبي اسمه عبدو. طلع في تويتر واحد يقول ان واحد من متابعيني ارسل لي مقطع اخوه الصغير حط قطوة في المايكرويف ومقطع دايلر هو السبب. لما جيت اشوف المقطع كانت ردة فعلي نفس ردة فعل اي شخص ثاني، بنفجع وزعلت من الموضوع جدا كثير لان الموضوع غير انساني. طيب دايلر اساسا ليش سميت المقطع كذا وسويت هذه الفكرة؟ اعطيكم اياها بكل صراحة، تقريبا 70% من المحتوى اللي انزله اكون مستعجل عليه، مستعجل عليه من ناحية فكرة، مستعجل عليه من ناحية الادب، ومو معطيه اهتمام بشكل كامل. المقاطع اللي اعطيها اهتمام بشكل كامل اوريها لكل الناس، اوريها لاهلي، اوريها لاصحابي، اشوف ردة فعلهم. بس لما اكون بفترة تنزيل يومي عادي اني اصور اي شيء وانزله بكرة ولا حاسب حسابه. لكن تعمقت في تويتر وقعدت ادور وادور وادور، طلع المقطع لواحد فرنسي وانسجن. فكيف تبي تقنعني ان هذا المقطع الاخو واحد من متابعيني؟ وللي ما يدري انا اساسا عندي حساب انستغرام الحيواناتي، كل متابعيني يعرفون مدى عشقي للحيوانات. عموما كبر الموضوع وصارت سالفة وصارت هاشتاج في تويتر. اول ما صار الهاشتاج نص الانفلونسرز على طول راح يتهجمون علي، نص المشاهير قاموا يتهجمون علي بدون ما يكلموني ويسألوني عن الموضوع. اللي نازل فيني سب، اللي يقول لي مريض نفسي، اللي يقول لي متخلف، اللي يقول لي. طبعا انا زعلت من الموضوع بشكل مو طبيعي، قلت ليش مو دول الانفلونسرز جو كلموني وسألوني عن الموضوع عشان أبرر؟ لأن مرة غلط تسمع قصة من طرف واحد. زبدة الموضوع ما في أخو واحد حط قطوة في مايكرويف والسبب دايلر. ثانيا أحب أعيد اعتباري على الموضوع، لأن مهما صدق كان في أخو صغير سوى هذا الشيء أو لا، الفكرة كانت غلط وما كان المفروض أنزل مقطع نفس كذا. أكثر شيء مزعلني شربت يرحم أمك، شربت قاعدة أتكلم من قلبي، لا تخرب علي. شفتم كيف شباب شربت هنا؟ لا هو بمايكرويف ولا هو بغسالة، والله العظيم. أكثر شيء زعل في الموضوع هو التهجم، إن الناس ما استنت تسمع مني وعلى طول تهجمت علي. وعلشان ما طلعت مني غلطة لفترة طويلة جو الناس خذوا مقطع صار له 9 شهور وتكلموا عليه. عموما شباب عوافي، عمري 18 سنة وبغلط كثير، بتشوفوني اغلط مره كثير، وهذا شيء طبيعي. وما اقول لكم لا تزعلون علي، لا ازعلوا علي لما اغلط. وللي يقول دايلر انت صار لك 2 شهر ما نزلت مقطع جديد، انا نزلت لكم مقطع المالديفز بس هذا المقطع صار له فتره. شباب انا جتني فرصه اني امثل فيلم بالسينما واخذت الفرصه والدور جدا كبير، قريب هذا الفيلم راح يكون موجود في كل الدول العربيه واتمنى انكم تروحون تشوفونه. شباب اوعدكم اني راح ارجع انزل فيديوهات اكثر، الحين الفانز بيسوون علي ايديت بيطقطقون علي يا الله. وللي يسأل عن المكان اللي أنا فيه حاليا، أنا نقلت شقة جديدة، بتشوفون الفلوج بالمقطع الجاي فخليكم جاهزين. شباب اكتبوا لي تحت في الكومنتات أكثر سلاسل تحبونها عشان أرجع أنزلها. قبل لا أنهي مقطع اليوم راح أترككم بمقطع بسيط لي أنا وقطاوتي، تفضل. اشتروا حطها بالمايكرويف، يتخيل حط بالمايكرويف. Often I am upset that I cannot fall in love, but I guess this avoids the stress of falling out of it. Are you tired of me yet? I'm a little sick right now, but I swear when I'm ready I'll fly us out of here. وبس شباب هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم. إذا أنتم مشتركين بالقناة اشتركوا، وإذا أنتم مشتركين لا تنسون تفعلون زر التنبيهات
مقطع جديد كل سبت اثنين وخميس الساعة 6 المغرب توقيت السعودية. كان معكم دايلر، سلام.